كل المشاهدين، أهمية القرار بحياتنا أهمية له أهمية كثير كبيرة. كيف نتخذ القرار؟ متى يجب أن نتخذ القرار؟ متى يجب أن نسرع في اتخاذ القرار؟ متى يجب أن نتمهل؟ يعني هي الحياة بجوز مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها حتى نحصل على حياة مريحة، وحتى أيضا يعني نأمن مستقبل جيد، ونعلم أولادنا حتى يعني كيف ممكن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويكونوا فعلا يعني قد اتخاذ القرار. اليوم رح نحكي عن كتاب لسنا سالم. سنا هي خبيرة ومدربة في التنمية البشرية. هذا الكتاب اسمه حياتك قرارك، و101 قرار لحياة أفضل. 101 يعني فعلا في 101 قرار داخل هذا الكتاب. بنسأل سنا أكثر عن هذا الكتاب ونتعرف عليه أكثر. أهلا وسهلا فيك سنا. يعطيك العافية. حلو جدا التفاتك لموضوع اتخاذ القرار وأهمية القرار بحياتنا. وفعلا يعني حياتنا بترتسم ملامحها من القرارات اللي بناخدها. قرارنا بدراستنا، شو بدنا ندرس، شو بدنا نشتغل، قرارنا في اختيار شريك العمر، قد ايه عدد الاطفال اللي بدنا نجيبهم، يعني كثير في حياتنا، كل حياتنا قرارات. قرارات. فالتفاتك لهذا الموضوع هل نتيجة إلحاح مثلا طلابك على الموضوع؟ حسيتي انه في أهمية خاصة لهذا الموضوع؟ ليش عملتي هذا الكتاب؟ اول شيء شكرا على الاستضافه. وهلا الفكره بالكتاب اجت انه مثل ما تفضلتي سمر، انه حياتنا هي كلها بناء على قرارات. نعم. كلها قرارات طبعا. ايش بدي ادرس، ايش بدي، حتى ايش بدي اكل، ايش بدي البس طبعا. وين بدي اروح، مين اصحابي، ايش بدي اعمل، من القرارات الصغيره كلها. الى القرارات المفصليه بالضبط. فكل حياتنا هي قرارات. يعني بنصحى الصبح بنبلش بقرار، انا ايش بدي افطر، ايش بدي اشرب، وين بدي اروح، ايش بدي اعمل، شو بدي اقضي نهاري. فكل حياتنا هي قرارات. هلا في قرارات بسيطه جدا حياتها تاثيرها بحياتنا بسيط كثير، وفي قرارات مفصليه جدا بيكون تاثيرها كثير كبير طبعا. هلا هذا الكتاب بيحكي عن قرارات لها علاقه بالتنميه البشريه بمجال شغلي طبعا. يعني بهذا الكتاب نحن عم نحكي كل قرار عم بحكي فيه عن مهاره معينه. لانه المهارات الحياتيه هي قرارات. انا باخذ قرار انه انا يكون عندي مثلا لغه جسد ايجابيه، باخذ قرار يكون عندي مهاره انصات، باخذ قرار انه يكون عندي اتيكيت، عندي قياده. فكل قرار بحاكي مهاره من مهارات الحياه. والفكره فيها ليه انا عم بسميها قرارات؟ لانه هي فعلا هي قرارات. يعني كثير ناس بيجي بقول لك انا عصبي هيك، من الله عصبي خلاص. انا ما بقدر اغير حالي. هلا مزبوط انت عصبي، بس انت ما اخذ قرار انك انت تاخذ تكون عصبي. هذا قرار، مش ما اخذ قرار انك ما تكونش عصبي. بالضبط. فهون عم نحكي عن طبعا عن القرارات الايجابيه، انه انا كيف بدي يعني اكون شخص قادر اسيطر على انفعالاتي، قادر اسيطر على توتري. كلها مهارات حياتيه وكلها قرارات ايجابيه طبعا. يعني فهي فكره الكتاب. في ناس سنة بيستصعبوا ياخذوا قرار يعني، وفي ناس العكس ما اسهل ما ياخذوا قرار. صح. يعني اعتقد انه الجهتين يجب انهم يعني يعملوا توازن. حتى بقرارات مصيريه في ناس على طول بياخذوا قرار بثانيه. صح. يعني وبندموا طول العمر مثلا. وفي ناس يعني على ابسط شغله انه زي ما قلتي شو بدك تفطر او تتغدى اليوم، بعد 4-5 ساعات ليقرر. هي سمى شخصيات انت عم تحكي. مين الافضل؟ مين يعني هل الافضل التاني، الافضل اتخاذ القرار بسرعه، ولا حسب الموقف سنة؟ هلا اللي انت عم تفضلي فيه جواهر سمر. لانه شيء شخصيات. في شخصيات بنفس طبيعتها سريعه باتخاذ القرار، وهي اصلا سريعه بحياتها. وفي شخصيات بالعكس متردده جدا وما بتقدر تاخذ قرار، بيكون بدها حدا يدفش هاي الدفشه انه يلا تعال ناخذ قرار. يعني على مستوى مثلا انا بدي اخذ قرار اشتري سياره، ممكن اقعد سنه كامله وانا ادور وادرس السيارات واقارن واشوف ميزانيتي ولسه مش قادره اخذ القرار. فبحتاج يجي حدا يساعدني ياخذ قرار. فهي حسب الشخصيات. هلا الفكره حسب الموقف اللي انا فيه. اوقات كثير ممكن انا بدي قرار سريع جدا. يعني مثلا نفرض الله لا يقدر بنتي وقعت، فما بدي اقعد ادرس والله اي مستشفى اخذها، لا هاي مستشفى احسن. تتخذ قرار سريع وتبلش على طول. قرار سريع. فيعتمد حسب الموقف. لكن بشكل عام اتخاذ القرار بحياتنا يعني من المهارات اللي جدا مهمه، وهي من احدى المهارات اللي موجوده بهذا الكتاب. مهاره اتخاذ القرار، انه بناء على ايش انا باخذ قراري، بناء على ايش الخطوات اللي انا بتبعها لاخذ القرار. فهي احدى مهارات الحياه. مهاره اتخاذ القرار هي احدى مهارات الحياه. لها علاقه اصلا بمهاره التفكير الناقد كمان. برضو التفكير الناقد احدى المهارات الموجوده باحدى يعني قرارات هذا الكتاب. فهي بشكل عام يعني بدنا ننتبه احنا حسب الموقف ناخذ قرارنا، وتكون قرارات ايجابيه يعني. طيب سنة يعني شو هي مهارات اتخاذ القرار؟ يعني لما بدنا ناخذ قرار كيف بدنا ناخده ونكون عارفين انه هذا القرار يعني اتخذناه بطريقه صحيحه؟ هلا التفاصيل البسيطه مش مشكله، بس في والله قرارات يعني
بدك تكون عندك ذكاء جيد، عندك هيك إلمام بكثير من القضايا. حتى في ناس بنصحوك بانه تحط مثلا سلبيات الموضوع وايجابياته بكفتي ميزان. يعني شو هي المهارات اللي لازم الواحد يتحلى فيها حتى يتخذ قرار صحيح بحياته؟ هلا احنا فكره انش بدي اخذ قرار، معناها عندي اختيارات بالزبط. عندي alternatives، انا بدي اخذ اختار منها شيء معين. فهلا هاي الاختيارات اللي انا موجوده بدي ادرسها، بدي ادرس الموقف، بدي احلله، بدي اجمع معلومات كمان. يعني انا ممكن ما اخذ قراري مو بس على انه انا احلل الموقف، لا كمان اجمع معلومات. بدي اعرف هذا لو بختار الف ايش بصير، لو بختار باء ايش بصير، لو بختار الف بناء على ايش اصلا، ايش المعايير تبعته، ايش مكوناته، وباء نفس الشيء. فانا بدي ادرس الاختيارات المتوفره قدامي، بدي احللها، بدي اشوف ايش بتوافق معي. هلا بتوافق معي كمان منطقيا وحتى عاطفيا، يعني انا باتخاذ القرار مو اتخاذ القرار مو بس مبني على المخ العقلاني والمنطق، في شيء كمان عاطفي. فانا بدي انتبه على الجهتين، انه انا هذا القرار منطقي وكمان مرتاحة فيه، أنا مبسوطة فيه، أنا هذا الإشي بريحني، انشرح قلبي لهذا. أيوة هذا الإشي بريحني بالضبط. بس اللي بتاخذوا قراراتهم بناء على العاطفة عادة ما يندمون. يندمون. يعني أعطيكي مثال، مثلا إذا حدا راح يشتري مثلا قطعة ملابس وحس إنه غلب صاحبة المحل مثلا، وهي وتوري حتى لو مو مقتنع باللبس اللي بده يشتريها، بس لأنه حزن على صاحبة المحل أديت غلبت معه كذا وغلبتها. يعني الناس اللي عادة بياخذوا قرارهم نتيجة العاطفة والمشاعر، أعتقد هدول شوية بيظلموا حالهم. صح. عشان هيك بدنا الجهتين، بدنا العقل المخ الانفعالي والمخ المنطقي، الجهتين بدنا نفكر بالخيارات بالجهتين. يعني هلا ممكن مثلا على سبيل المثال انا يجيني عرض عمل ممتاز ورائع وبجنن وفيه فرصه وفيه خبره وفيه راتب وفيه كل شيء، لكن مثلا انا الابن الوحيد لاهلي بالبلد، فممكن انا ارفض هذا العرض بس عشان انا اضل مثلا جنب اهلي، قريب من مع انه منطقي جدا وكل الاشياء الماديه بتقول لا لازم اتخذ هذا القرار. فهو يعتمد حسب الموقف بالاخر، انا بدي قراري يعتمد على الجهتين، ما بينفع يكون منطقي بحت من غير العاطفه ولا عاطفي بحت. لا بدي اخذه. هلا كلاهم يعني عندهم خلل، يعني اللي فعلا العاطفي بحت في عنده خلل، والعقلاني بحت في عنده خلل لسه اكبر كمان. فهي الجهتين اتخاذ القرارات. هلا القرارات اللي بكتابنا هي كلها قرارات، يعني عم برضه عم تحاكي الجهتين، وقرارات بتساعد الشخص يطور من حياته. يعني المهارات الحياة بشكل عام سمر، كثير ناس بيجوا بيقولوا لنا انه طب انا مثلا ما بعرف احكي، انا بتأتئ، انا بتردد، انا بخاف اوقف قدام ناس، بخجل الى اخره، يعني مبررات. هلا مزبوط انت هيك، بس هي مهارة انت بتقدر تكتسبها. أوكي. فكلها مهارات انا بقدر اكتسبها اشتغل فيها على حالي. بدها قرار وبدها بعدين اني انا اشتغل على المهاره اني انا اكتسبها. فهي هي الفكره باساس. يعني الحلو انه انت ال101 قرار لحياه افضل هي القرار مثلا ان اصبح اجتماعي اكثر بالضبط. القرار بان اصبح اكثر اجتهادا في عملي. صح. قرار انه فانت عم تدمجي فعلا مهاره الحياه بالقرار اللي يجب اتخاذه في لحظه معينه للتغيير. بالضبط. للتغيير. شو كمان ممكن تحكي لنا من القرارات المهمة اللي ممكن تحسن فعلا من نمط حياتنا؟ هلا بأول القرارات بلشت بقرارات التطوير الذاتي او التخطيط الذاتي، اللي هي انا اعرف كشخص كفرد اعرف رسالتي، اهدافي، رؤيتي. هدول كثير مهمين، لانه انا لازم اعرف انا ليه، ايش بدي من الحياه، ايش بدي بالدنيا، ايش بدي اصير، وين بدي اروح. فهدول التخطيط الذاتي بلشت فيهم. في ناس بيصيروا عمرهم 40 و45 سنه ومش عارفين شو بده يصير. بالضبط. صح. عن جد. أو حتى قيمه. اسالي حدا مثلا ايش اهم قيمه بحياتك، بصفن بسرح بيطول كثير ليرد. فبلشت بهدول الموضوع الأساسي. شخصيات أنا بسميهم بلا ملامح، يعني حرام عن جد بيكون بلا ملامح، يعني ما بتعرفي هو شو بيحب شو بيكره. مش ذنبه، يعني هو هيك مش عارف، هو نفسه لأنه ما أخذ القرار، فلازم يجب أنه يأخذ القرار. لازم يأخذ القرار. هوية لنفسه. بالضبط. يعطي هوية صبغة. لأنه إذا هو لون. بلا ملامح فمعناها أصلا حياته صفت بلا ملامح، بلا طعمه، بلا ملامح. مزبوط. فبلا باول قرار هو التخطيط الذاتي على هدول الامور. بعدين عم نحكي عن قرار ثاني مثلا اداره الوقت، القرار من القرارات التفكير الايجابي، انه انا مثلا ما اشخصن الامور، التوتر، اداره الازمات، كلها مهارات الحياتيه، مهاره الاتصال، لغه الجسد، الاتيكيت، القياده، بناء الفريق، كلها هدول مهارات جاز. مهارات جدا مهمه. هلا ليه هاي المهارات مهمه؟ يعني دراسات الانسانيه اثبتت انه نجاح البني ادم يعتمد على 80% على هاي المهارات، على مهاراته الحياتية.
و20% على مهاراته التقنيه. يعني ممكن انا اكون طبيب مثلا وطبيب جدا شاطر وكثير فهمان بتخصصي، لكن ما عندي مثلا مهاره الاتصال مع المرضى، ما بعرف احكي معاهم بطريقه ايجابيه، ما بسمع لهم. فممكن لو انا حتى بفهم جدا بتخصصي ما يرجعوا لي. يعني بناء على كلامك، انا مثلا مرات بيكون عندنا ضيوف هون في البرنامج علامة في مجاله، علامة يعني علما وأكاديميا وهيك، بس مثلا ما بيقدر يوصل الفكرة بطريقة صحيحة للمشاهد، مش قادر يبني حوار، مع أنه بتتفرجي على السيرة تبعته، هو عالم يعني في مجاله. ففعلا المهارات الحديثة، لسه قبل شوي كانوا ضيوفنا عم بيحكوا قد ايه مهم الشباب قبل ما يتوجهوا لفرصة العمل يتزودوا بمهارات حياتية، يعني يقدروا يتعاملوا مع جو بيئة العمل والتغيرات اللي بتصير والتحديات اللي بتواجههم. هاي المهارات جدا كتير مهمة وكثير بتأثر بحياتهم. والكتاب يعني ما بدي أقول إنه بيحكي مع الشباب، لا هو الحمد لله بيحكي مع كل الأعمار، كل الأعمار، لكن بالذات فئة الشباب، لأنه هي الفئة اللي أنا بشتغل بالذات معها كمدربة. هدول مندفعين جدا، وهاي المهارات أساسية بحياتهم، لما يكتسبوها كل مجرى حياتهم بيختلف. طبعا. يعني كثير أوقات بيسألوني مثلا إنه أستاذة سنة، طب كيف بدي أوصل بعمر معين أصير راتبي هالقد؟ دائما بجاوب نفس الجواب، إنه بالآخر مصاري رح تلحقك. يعني أنت ما تركض هلأ بهذا العمر ورا المصاري، اركض ورا خبرتك ورا مهاراتك، أسس يعني إشي تبني فيه، بالآخر المصاري رح تلحقك. من جد وجد يعني، أو هي مكافأة رب العالمين لك لأنك تعبت يعني. لكل مجتهد نصيب. مهارات أنت بدك تكتسبها عشان تشتغل على 80%. حتى أولادنا بتعرفي سنة، مرات أنا بقول مش المهم نمسك الكتاب ونلحقهم، أدرس وما هاي الأشياء اللي المهم نعلمهم إياها. إمتى أنت تشتهد، كيف تجتهد، كيف يكون عندك جلد، كيف أنك مثلا تنظر لنفسك، تحترم حالك، تقدير ذاتي. صحيح. تقدير طبعا. ذاتك طبعا. بيخليك تجتهد أكثر وتدرس أكثر. فمش المهم نمسك الكتاب ونقعد نسمع لهم، المهم نعلمهم هاي التفاصيل. أعتقد وهي هاي وهاي المهارات أساسها أصلا بالبيت. يعني جزء منها جينات، جزء منها بيئة متوارثة، عادات تقاليد البيئة حوالينا كلها. يعني هي بالآخر الفرد مكنون من أكثر من عنصر بيدخل بحياته. لكن مع هيك انت بالاخر كفرد لك القرار، انه انا لو حتى مثلا اهلي ما علموني مهارة الانصات مثلا بالبيت، كلياتنا بنحكي ما حدا بسمع بعض على سبيل المثال، لكن هي بالاخر قرار. انت هلأ كبرت، فانت بتقدر تغير حالك اذا بدك، اذا اخذت القرار. يعني انا مو مع فكرة المقولة اللي بنضلنا نحكيها، انه ما تشبع على شيء شاب عليه. هلا هو شاب عليه اذا هو بده، لكن اذا انا ما بدي فهو برضه قرار، هو قرار. حتى التغيير قرار يبدا من الداخل. انا لو سمر شايفه شيء مو حلو بسنه وضلت تقولي سنه هذا الشيء مو حلو فيكي، سنه هذا الكتاب بحكي عن هاي الفكره بساعدك، سنه بدي اخذك على دوره، وعن جد رحت حضرت الدوره وقرات الكتاب وكل شيء، وانا ما بدي اغير في حالي، لو شو ما عملت سمر ما راح اغير في حالي. فهو حتى قرار التغيير للافضل قرار داخلي يبدا من الداخل الى الخارج. يعني انا بدي اعطيكي مثال، لما بنجيب الجمعيات اللي لها علاقه بالاقلاع عن التدخين مثلا، كلهم بيجمعوا على قضيه انه اذا ما كان في رغبه طبعاً. واراده للتغيير، نحن والله ولا دواء سحري نجيب للشخص ما راح يقلع عن التدخين. وكذلك الحال في حاله الوزن، وكذلك الحال في حاله الدراسه والاجتهاد والعمل، يعني في حال الحياه كلها، كل شيء يبدا بقرار واراده فعلا. سما، انا بتمنى ان شاء الله انه يعني هذا الكتاب يوصل لاكبر عدد من الناس اللي حابين يغيروا وحابين يتخذوا قرارات صائبه بحياتهم. بدي اشكرك سنه سالم، حضورك دائما مبهج. الله يساعدك. شكرا جزيلا. ونحن أعزائنا بعد فاصل بنرجع لكم ونتابع فقراتنا لهذا الصباح، خليكم معنا.